تتواصل أعمال معرض سوق السفر العربي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض. نعم، تأتي مشاركة الهيئة ضمن جناح يضم 29 جهة رائدة في قطاع السياحة تستعرض أحدث المشاريع والتطورات في قطاع السفر. بجناح يضم 29 جهة عارضة ورائدة في قطاع السياحة وخطوط الطيران، تشارك هيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض سوق السفر العربي بهدف تعزيز تنمية القطاع السياحي في المملكة. طبعاً شاركنا في عدد من الندوات والنقاشات الحوارية، وقدرنا من خلالها ان احنا نروج حق مملكة البحرين كوجهة سياحية محببة لدى المسافرين وطبعاً ولدى السياح. الحمد لله، طبعا احنا هالسنة بتكون سنة استثنائية ومختلفة لنا في مملكة البحرين، احتفالنا باليوبيل الفضي لجلالة الملك المعظم الملك حمد بن عيسى آل خليفة الله يحفظه، بتكون يعني طبعا سنة مختلفة وسنة متميزة عندنا. كذلك احنا نحتفل طبعا بالمنامة عاصمة للسياحة الخليجية، فعندنا عدد من المبادرات وعدد من الفعاليات اللي موجودة عندنا في طبعا الكالندر مختلفة ومتميزة. المشاركة البحرينية تضمنت أبرز المشاريع السياحية والمزيج الذي تمثله المملكة والذي يجمع بين أصالة التراث الثقافي والحداثة والتاريخ العريق للمملكة، بالإضافة إلى الباقات والتجارب السياحية المميزة وعروض تفاعلية ترسخ عمق الهوية البحرينية الأصيلة. هذه المشاركة السابعة لنا في معرض السفر والسياحة. الحمد لله احنا كل سنة نشارك ونلتقي بالمكاتب السفر والسياحة هنا، والمعرض الحمد لله كل سنة في تطور، وهيئة السياحة ما شاء الله موفرت لنا كل الخدمات، موفرت لنا المواعيد، موفرت لنا التسهيلات، فالأمور كلها طيبة، والحمد لله إن شاء الله السنة الجاية بتكون مشاركة أفضل إن شاء الله. والحمد لله السنة الحضور مميز، يعني السنة الATM حضور كثيف ما شاء الله. واحنا يعني ابن فرناس دائما نحرص ان كل سنه يكون عندنا شيء جديد، والسنه جايبين محار ونخلي الجمهور يفتحون المحار، وفي واحده توها حصلت لقت لؤلؤ في المحار، واحنا سعيدين بهاي التجربه. المشاركة البحرينية تسعى من خلال معرض سوق السفر العربي للترويج للمملكة كوجهة سياحية رائدة عالمياً عبر المحافل الدولية. لتلفزيون مملكة البحرين، دانا أحمد، دبي.